تفضل، كيفاش شفتي المقابلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لجميع الجماهير المغربية اللي كانت داخل الملعب وساندت للمنتخب المغربي في 90 دقيقة. بصراحة المقابلة كانت صعيبة، المقابلة كانت فيها تمهر اللاعبين، برافو اللاعبين، شرفونا، شرفوا العرب، العرب شرفوا إفريقيا، شرفوا الجميع، شرفوا العالم. برافو الدراري، برافو الدراري بزاف، شكرا لكراكي، شكرا كاع للأطر اللي وصلونا لهذه النقطة هذه اللي هي النصف النهائي. حنايا بصراحة يعني ماشي حنا فرحانين، يعني ماشي حيت خرجنا وحنا يعني على حنا فرحانين بهذا الإنجاز هذا اللي وصلنا، هذا الإنجاز اللي وصلنا ليه. يعني صعيب صعيب توصل ليه أي فرقة، ولكن الحمد لله برضا الوالدين والنية حنا وصلنا لهذ النقطة هذه، وصلنا للنصف النهائي. إن شاء الله بنكونوا في المقابلة ديال المقابلة الثالثة، هي أحسن ثالثة بالنسبة للترتيب. إن شاء الله بنكونوا متواجدين عاوتاني، يعني بحال فيها لامونتي تاني غادي نشجعوا على 90 دقيقة بالروح بالدم بالعزيمة. إن شاء الله يعني عندنا فرقة زوينة، فرقة اللي كنا كنطرحوا لها من شحال هذه، صراحة كنا كنطرحوا لها من شحال هذه. إن شاء الله إفريقيا حنا جايين، حنا عازمين يعني بنفس الروح في كاس العالم، حنا جايين لكاس افريقيا، جايين لجميع المنافسات اللي غادي تكون فيها المنتخب المغربي. وشكرا للجميع، وشكرا لجميع المغاربه، وشكرا لجميع الجمهور الهواري. شكرا. تفضل تفضل اخي سير سير. صراحه احنا مغربيين، لكن ما علينا الا نشكروا الكوتش وليد. شكرا وليد على يعني ما قمت به، يعني على كل ما قمت به يعني اللعابة. شكرا يعني الكتيبة ديالنا، بغينا الكوتش وليد يبقى معنا ويحافظ على يعني على النخبة ديالنا، باش ان شاء الله يعني نقدموا مستويات يعني في ماجي المسابقات يعني. وكنشجعوا الجمهور المغربي اللي تحمل عنا السفر يعني وجا الاستاديوم، واللي كان وراء يعني وراء مجموعة من الكواليس يعني الناس بدات بزاف. وهذا نداء يعني للمسؤولين ديالنا، والله الا حرام عليكم، حرام عليكم. شكرا للعابه، شكرا وليد، ان شاء الله يكون خير. كنا حنا راه مشينا للديان، حنا راه من ديك الفئه اللي مشينا وصهرنا وتعذبنا على حنا بالنسبه للتيكي، ولكن برضات الوالدين حنا راه ما جيناش باش نجيبوا شي واحد يعطينا التيكي، حنا راه بينا شرينا التيكي بفلوسنا، شرينا بفلوسنا والاصدقاء ديالنا اللي تعاونوا معنا باش نشدوا التيكي باش نشجعوا المنتخب المغربي. جميع مسؤولين بلا ما تذكر لكم الاسماء ديالكم، راكم معروفين كاملين، عملتوا الفتنه، درتوا الشغب، انتم اللي كنتوا السبب في الشغب اللي طرا في الملعب الجنوب. والتحيه لجميع الجماهير المغربيه اللي كتساعد المنتخب المغربي 90 دقيقه. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.